ضيفة في هذه النشرة الخبير القانوني السيد فيصل ريكان. أهلا بك سيد كريم. دعنا نتحدث بداية عن إعلام مفوضية بتغيير محتمل بنتائج الانتخابات، هل سيضعها ذلك في دائرة الاتهام؟ تفضل. بدءا احنا اليوم نشهد ان هنالك بعض التغييرات التي حدثت بنتائج الانتخابات، لكن انا تقديري كمراقب قانوني انه هذه التغييرات لن تكون جذريه، يعني لن تكون مؤثره بنسبه واسعه جدا على نتائج الانتخابات. هنالك نحن يجب ان نفرق بين عمل المفوضيه وعمل الهيئه القضائيه المشكله بموجب الماده 19 من قانون الانتخابات. احنا عندنا معيارين او ميزانين هم لعمل الانتخابات وعمل المفوضيه، هم قانون رقم 9 لسنه 2020 قانون الانتخابات، وقانون المفوضيه رقم 31 لسنه 2019. دول وضعوا بعض المعايير، يعني المفوضيه من حقها ان تنظر بالشكاوي والطعون، لكن نظرها ليس نهائي امام بعد هذه العمليه، يعني بعد عمليه النظر من قبل المفوضيه بالنتائج امامها نظر بالطعون بشكل نهائي امام الهيئه القضائيه، هذه الهيئه القضائيه قراراتها باته وقطعيه، يعني احنا لحد الان ماكو نتائج نهائيه للانتخابات. المفوضيه اخطات عندما تقول ان هذه النتائج هي او هذه القوائم نهائيه. امامها عمل اخر هو عمل الهيئه القضائيه، هذه الهيئه القضائيه اشبه بعمل المحاكم، يعني الهيئات او التمييزيه القضائيه في المحاكم العراقيه. بموجب الماده 19 أن هذه الهيئة قراراتها باتة وقطعية ولا يمكن الطعن أمام غيرها بموجب القانون.